وفي متابعة لسير انطلاق امتحانات البكالوريا، أدى كل من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة لحبيب الصيد مرفوقا بوزير التربية ناجي جلول زيارة إلى معهدين منفصلين اطلعا فيها على ظروف إجراء هذه الامتحانات. ظروف طيبة وتحضيرات جيدة يأمل أن تواصل في نفس النسق إلى نهاية إجراء الامتحانات، هكذا وصف رئيس الحكومة لحبيب الصيد انطلاق امتحانات البكالوريا خلال زيارته إلى المدرسة الصديقية بالعاصمة، حيث اطلع على ظروف إجراء المترشحين للامتحان الوطني. كما شفت ظروف طيبة إن شاء الله، منها الظروف هذه تتواصل حتى لآخر الباك، ونجح ونجاحنا في نجاح في تنظيم الباك هو يعتبر منها نجاح لكل المجتمع، كل المجتمع، أولياء وتلامذة وحكومة وكل المسؤولين وخاصة أساتذة اللي عندهم دور كبير. رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تابع بدوره اليوم الأول من امتحانات البكالوريا، واطلع على ظروف انطلاقها وسيرها من خلال زيارته إلى أحد المعاهد الثانوية بضاحية قرطاج، تحاور خلالها مع الإطار التربوي والتلاميذ حول ظروف إجراء الاختبارات، مؤكدا على أهمية الشباب في بناء مستقبل البلاد. إن شاء الله معناها تونس تلقى فيكم الخير، وفي حاجة إلى الشباب نتاعها بصفة سريعة، لأن يلزم الناس القدم اللي كيفي أنا يخليوا البقعة ويشيلوا الناس الجدد ونهيوهم من توا. وين البترول؟ هذه العبارة التي اكتسحت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها العديد من التونسيين لم تغب اليوم عن أجواء الامتحانات، وكانت العبارة التي تفاعل بها رئيس الجمهورية مع بعض المترشحين. قاعد نعمل أنا قاعد نلوز على البترول، المستقبل باهي ان شاء الله، الحاضر فيه وعليه. اذا تونس انطلاق امتحانات البكالوريا في ظروف وصفت بالحسنه، ورجاء ان تنتهي على نفس المنوال في انتظار نتائج تعلن قريبا لتتوج سنه دراسيه كانت ظروفها في ظل الاضرابات صعبه، خاصه بالنسبه الى تلاميذ البكالوريا.